أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة قدوم المولود لسموه حمدان. خلال الاتصال أعرب سمو حفظه الله عن خالص تهنيه وتبريكاته لأخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بقدوم المولود لسموه حمدان، داعيا الله العلي القدير أن يبارك فيه ويجعله من مواليد الهناء والسعادة وقرة عين لسموه وجميع أفراد العائلة المالكة الكريمة في ظل الرعاية الأبوية التي سيحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عالي البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومن سموه حفظه الله.